حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم. احنا الحين عندنا فقره، بما انه سولفنا كثير عن اختباء وكذا، خلونا نطلع احنا وياكم في كرسي هنا. كل واحد بيجي فيكم، كل واحده تيجي بنسال اسئله معينه، بس بشرط كل واحده تجاوب. خلونا نشوف اليوم. خلاص الاعتراف. يا سلام عليكم. يلا نشوف. انا اللي اشوف اللي اول واحده معانا، مين اللي بتشاركنا اليوم او اول واحد مع، خلينا نشوف العسل اللي معنا. تعال انت، تعال انت حلا، تعال تعال. انا حلا. انت انت اخت حلا صح؟ ايه. تعال تعال معنا اليوم. يلا شو اسمك انت؟ لطيفه. لطيفه يلا اجلس هنا على الكرسي. لطيفه بسم الله. يا سلام عليك لطيفه. عندنا هذا كرسي الاعترافات، خلي وجهك على الكاميرا، ما تناظري غير الكاميرا. يلا. خلاص السؤال اللي تستقبلينه تجاوبين عليه من دون ما تطالعين احد، تناظري الكاميرا اللي مولعه شفتيها، خليك ناظره الكاميرا. او شيء اعطينا او عرفينا، قولي انا اسمي كذا واحب كذا. يلا قولي. انا اسمي لطيفه القباشي من فرقه جمولي، احب الرسم والرقص وبس. طيب موقف من المواقف اللي محرجه مرت عليك. يلا خلينا نذكر. قد مره طحت بالسلك. يلا قول. يلا قولي. كان الأسانسير يمشي، كان في أجواء مطر، وأنا يعني كان مرة تمطر تمطر، ورقيت الأسانسير وزلقت، كان الرجال قد وراي. ذكرتني مرة من المرات مستعجل، أنا كان عندي برنامج ما أدري إيش كان عندي. المهم تعرفون الأيام القزاز، تعرفون القزاز صح؟ اي. فيوم من الايام انا كنت ماخذ اغراض ومسرع، لاني بروح للحلقه انا ما كنت معتني، فطالع من محل قزاز كله، وينزل لك اقوى حادث على القزازه، قسم بالله شويه اللي تنكسر القزازه، الحمد لله يعني مرت يعني سليمه. طلعت اناظر يمين يسار، الحمد لله يعني امور اوكي. ذكرتني بس في الموقف اللي هو اضحكوا. اضحكوا اللي بيكترولي يعني وش سلكوا يعني شوي. طيب موقف حس في خاطرك يعني لما صار لك، زعلك مثلا شيء من الاشياء اللي حزت بخاطرك. هذه استاذ استغفر الله يعني الصراحه تنرفز، بس ما حاذكر اسمه. هي يعني تقول خلاص بخليت، لكن يعني ما ادري انا خليت خلاص اصلا، لكن هي ما ادري دائما تقول لي اني انا بخليت يعني خليت خلاص. يلا معليش يلا. تقول انا هي لو قالت بخليك ما حزت في خاطرك، بس هي قالت بخليت. يلا قالت بخليك ان بخليت عادي عادي خذ راحتك. ها قالت بخليت بخليت. اعطونا ليمون وكراث يا جماعه وكذا ونسولف، ايش رايكم؟ يلا. يوه طقطق. يوه يلا خلاص. هي قالت بخليت يعني شو اسمه لا لا بس اهم شيء. يلا يلا قولي. لما قلت بخليت وش سوت بعدين؟ سحبت علي. جيت قلت لها قد مره قبل بيوم جتنا مشرفه. ايه. حطت الرئيسه، جيت قلت لها استاذ انت وعدتيني ان تحطين لي النت. ايه. خلاص والله خلاص لاخر مره يلا. قالت اني بحطيت رئيسه. حلو. جيت قلت لها استاذ انت قلت لي من زمان وعدتي ان انت بتحطين لي. ايه. جت قالت لا يا قلبي بخليت انت حقت المعطيات. قلت ليش؟ جت قالت بس كذا انا كذا انا بك. ايه. وهذا الموقف اللي حس بخاطرك ها؟ ايه. طيب انا ابغاك تقول اليوم اعتراف شيء سويتيه ومن الاخطاء اللي سويتيها وتعترفين فيها اليوم، وتقولي انا اخطيت واعتذر، ما حد يعرف فيها. يلا. خلاص خلصت الحلقة يهاوشونك. ما حد يهاوشك من عندي، ان شاء الله ما حد يجيك. ما حد يجلدك ولا يجلدس ولا يهاوشس. انسي. يلا. والله ما حد ان شاء الله ما حد يقول لس شيء. يلا. كنا نايمين عند خوالي. ايه. عادي قولها. اي عادي عادي. كنا نايمين عند خوالي. يا ويلس. يلا خلاص يلا. كنا نايمين خوالي فجأة لحالي الصبح قمت بشغل التلفزيون. ايه. بشغله كسرته. ما حد درى لحد الان انك كسرته؟ لا. يا ويلس. اي بيشغلون التليفونس وبيشوفونس وانت تقولين هذا الموقف. لا ما حيشوفون. اكيد. طيب هذه طيب وبعدين لما كسرتي التلفزيون وصار الموقف يعني؟
ايه قاموا قالوا مين كسر؟ إيه؟ ما حد ما ادري. سويتي نفسك ما تدرين؟ ما ادري. ايه ما قمت اصلا. ايوه بعدين بس قلتي ما قمت لهم؟ ما حد يدري عن السالفه. هذا الخطا اللي انت سويتيه وش تقولين للناس يعني اللي يتابعونا اليوم؟ اعتذر، انا مره اعتذر خوالي. بس الله يعطيك العافيه، يبي لك تجيبين تلفزيون جديد بعد الحلقه وتودين التلفزيون. طيب طبخه تحبينها وطبخه ما تحبينها؟ طبخه احبها، اكل تحبينه واكل ما تحبينه، ايش الاكل؟ احب مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل، يا سلام، كلكم الحريم والبنات يحبون المكرونه بالبشاميل. ها انها لذيذه. اه مكرونه بالبشاميل وبرستيج ومره شوكه ولا لا؟ احنا ما نقول يو مكرونه. ايش تقولون؟ لا عادي مكرونه بالبشاميل. بشاميل. واللي ما تحبينه الاكل اللي ما تحبينه ما يعني ما ما, ما تحبينه؟ رز. رز يا جماعه الخير، اعطونا كبسه رز. الرز هذا إذا ما كنا رز ما نعرف إننا نعيش، صح ولا لا؟ كيف ما تحبين الرز؟ بكرة تبي تتزوجين إن شاء الله ويجيك عيال وتصلحين لهم رز وتكات. لا والله ما وين هو بوب؟ رز وتكات. أجي أقول الرجل يقول روح تبغون رز أنت روح تجيب لك، أنا ما أحب رز بالله. إيه ما أحبه ليش؟ بس ما في كلنا كذا يعني. لا والله خلي هو يروح يجيب. حنا من يوم حنا في بطن أمهاتنا وحنا ناكل رز، لكن أنا ما أحب الرز، خلقت ما أحب الرز. طيب يمكنك عشان ها؟ خلاص ما حضر الرز. طيب وش حابه تقولين طيب في نهايه الصراحه اللي قلتيها؟ يا خافي عشان انا هذه. لا عايد. اقول اسف على التلفزيون ان شاء الله ما راح اعوده ولا راح اقوم الصبح، راح انام متاخر. الله يعطيك العافيه، تفضل تحيه قويلها تستاهل. يلا تعالي انت يا عسليه. لا ايش اسمك؟ ايه انا بجيك يا رند شوي، شكل عندك مواقف كثير انت. تحبين الرز صح؟ ايه تحبين الرز؟ ايه سبحان الله فرق، واحد تحب رز واحدة ما تحب الرز، أي رز تحبين؟ الأحمر. الأحمر، الأبيض ما تحبينه؟ طيب، اليوم إيش حابة تقولين؟ شو يعرفين باسمك؟ اسمي حلا. حلا، إيش حابة تقولين اليوم يا حلا؟ اعترافاتك. اعترافات؟ يلا قولي، عبري، ارفعي صوتك بس. يلا. كنت متسلقة على الدولاب. ها؟ كنت متسلقة على الدولاب. كنت متسلقة على الدولاب؟ إيه. وكنت ماسكة علاقي الملابس اللي نعلق الملابس وطاح. جت امك سالتك قالت من طيحها؟ ايه قلت مو انا. الحين اعترفتي ان انت. طيب ايش عاد تقولين؟ اقول لكم شكرا اني علمتكم عن فضايحي. تعي يا خويا لا شكرا على يلا يعطيك العافيه. من معانا؟ تعالي تعالي يا عسل، يلا بعدها رند، يلا على طول بعدها رند، تعالي يلا. شكلك انت حفلة. يلا يلا. شو اسمك؟ ريما. ريما كيف حالك يا ريما؟ طيبة. ايش حابة تقولين اليوم في هذا الكرسي الجميل؟ ايش حابة تعبرين؟ سمعتي ايش قالت واحدة؟ قالت واحدة انا البس فساتين امي وفي المراية واقعد عندها، والثانية تقول والله انا كسرت التلفزيون حق خوالي وعماني، صح؟ انت ايش شيء سويتيه يوم من الايام ما كان حلو لك؟ كنت هذا اخذ اغراض امي. ايه؟ واخرب. تخربين؟ تحوسين البيت؟ يعني تاخذين مشان تخربينهم يعني؟ ايش بعد؟ عادي سولفي يلا قولي، نفذي كلمة وقولي كنت اسوي يعبري يعني يلا. بس طيب وش المواقف اللي حبيتيها يوم من الايام صار لك موقف وعجبك هذا الموقف واعطاك مره حاجه حلوه حبيتيها؟ ولا موقف في المدرسه مثلا في البيت؟ شو تسوين في البيت دائما اذا جلستي انت؟ العب مع اخويا. ايه العب مع العب مع اخويا مع نلعب بالعافي. يوم من الايام سويتي مقلب في اخوك صح؟ الا يوم من الايام سويتي حاجه وجت امك كذا سويتي تمثلتي عليهم صح؟ مثلتي انك اوه تعبانه ما بيروح المدرسه صح؟ ماما انا تعبانه ما بيروح المدرسه وانت تمزحين صح؟ ها؟ صدقتك ماما لما مثلتي عليها؟ صدقتك ان ما تدري عنك لحد الان؟ وش سويتي لما قلتي لها انا ما بروح المدرسة بطني يعورني وخلتك تغيبين؟ وش سويتي بعدين؟ لا ما تغيبني هي. ما تخليك تغيبين؟ قد مثلتي طيب عليها؟ ولا مرة؟
طيب ايش حابه تقولين لها اليوم؟ احب ناظري الكاميرا سوى كل شيء فيه بصوت عالي ها؟ احبها واسمع كلامها واسوي لها كل شيء اللي تبغاه كل شيء تبغاه تسوي لها ما شاء الله عليك وهي تحبك بعد ماما اكيد ودائما يعني هي تخليك تجي معانا هنا تشوفك طالع بالتلفزيون بشكل حلو ما شاء الله خلاص؟ شكرا لك يعطيك العافيه تحيه قويه لها ما قصرت معانا يلا يا رند يلا نختمها مع رند يلا يلا يا رند عشان بعد كذا نخليكم مع شوطة الختام يلا يا رند يلا رند عندك مواقف كثيره انت صح؟ يوم وش المواقف الكثيره؟ اول شيء عرفيهم باسمك وعبري هنا ناظريهم وعبري يلا طيب اسمي رند بني علي والملقب برند الجنوبية يعني رند الجنوبية ها؟ ايوه المشكلة انك دائما تجين عندنا وانت ما شاء الله جنوبية وان ما قد شفنا عصيدة ما ادري عريكة ما ادري كذا صح؟ ما شفت اخوي عبد العزيز يوم جاء السحلي الا وش جاء؟ لابس الجنبية الجنوبية الا صح بس لا انت المفروض تجيبي لنا خبز ذا حقكم الميفا صح؟ خبز اهل الجنوب شو اسمه هو؟ عصيدة قرص وعريكة الله عليك قرص هو ولا لا في خبز ثاني كبير شو اسمه؟ قرص بر 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 لا مو قرص عندهم خبز بر. خبز يسمونه الحامض والله ما ادري عندنا جيراننا من اهل الجنوب الله يحفظهم احنا قبلكم يعني احنا يعني قريبين عندكم بس اقصد جيراننا من اهل الجنوب الله يحفظهم وكل طبعا القبائل الله يعافيهم ان شاء الله ونعم فيهم بس عندكم خبز حامض كذا كنا كانت جارتنا الله يعطيها العافيه مالكيه ها؟ جدة تسوي لي اياه بالفطور تسوي لك اياه لا هذاك الخبز عندكم الخبز كذا الكبير ايوه شو اسمه هذا؟ ما ادري بس احنا نسميه بر تسمونه بر؟ ايوه تحطونه كذا وتحطونه في الفرن ايوه ترى صارت سالفه طويله يلا اوكي تفضل تفضلك ايش بعد خلاص مرة تصريح قوي يعني مرة احنا الحين بنتعرف على اكلات الجنوب المفروض تعلمينا وش هي؟ والله مرة من اعرف اصها وش هي؟ مو مرة يعني قوليها وش هي؟ شيء عريكة ايوه و مثلوث ما ادري شو اسمه؟ اتوقع مثلوث او شيء زي كذا مثلوث ايوه مثلوث لا تلعبين علينا في ترى مخرج عندنا انا مخرج يعرف الاكلات هذه ترى المهم فسحة وكذا يعني فحسة 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 فسحة صارت ايش دراك يعني تعرفينها يعني؟ ايوه اها تعرفها تعرفها تعرفونها وش هي؟ فسحة هي وش اسمها؟ فحسة فحسة والله اني ما ادري بس انا اروح احيانا مطعم شعبي ينزل لك اقوى قلقل ومندي و عاد المندي ما شاء الله تيوس عندكم ها؟ فطحات ايوه اعطينا كذا عشان المخرج يعني يجيب لنا عشاء ما ادري بس هذول يعني طيب يلا قولي من وانا من فريق بلو دايموند يا سلام فريندز ايوه او اصدقاء المسات الزرقاء يا سلام عليك طيب شو المواقف اللي حبيتيها لما صارت لك؟ الكاتب يخرب قولي يلا ما عندي موقف ولا مواقف؟ ولا موقف محرج كمان؟ الا موقف محرج الا يلا قول لي مرة كنت انا وبابا وعبد العزيز ماما قالت لنا بنروح المحل ودق عليكم عشان تدوني حلو بعدين راحت بعدين دقينا عليها قالت لي انا في المحل اللي كذا حلو بعدين رحنا بعدين لقيت واحدة تشبه ماما بالضبط نفس جوالها رحت وهي كانت تتكلم رحت نطيت قلت ماما بعدين هي قاعدة تقول أنا من أمك بعدين قلت أوكي وهي قاعدة تضحك وانسحب إيش سويتي طيب أنتي؟ إيش كانت ردة فعلك؟ صدمت ها؟ فشلة فشلة يعني يعطيك العافية رند شكرا لك على اليوم على الكرسي اللي جالسه فيه نروح الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وياكم خليكم معنا